السلام عليكم. هنتكلم في التوتوريال ده عن البول بليسمنت او الاستيت فيدباك. المقصود بالبول بليسمنت ان انا عندي سيستم مثلا شبه السيستم ده، مثلا عايز اغير البولز بتاعته اللي هي بالنسبه لي هتبقى الايجن فاليوز بتاعتي، يعني عايز اغيرها. طب ليه انا عايز اغيرها؟ عشان المفروض ان انا عايز احسن الديناميك بيفورمانس بتاع السيستم. يبقى الكلوزد لوب سيستم او اللوب السيستم ده انا هعمله بكلوزد لوب، يعني معناه ان هيبقى اكيد فيه فيدباك وعايز اغير البولز بتاعته. طب ليه؟ عشان اغير الديناميك بيفورمانس. طب سريعا، ايه هو الديناميك بيفورمانس؟ المفروض مثلا لو انا عندي جنريتور، مثلا اي سي جنريتور، المفروض ان انا في مرحله التشغيل بتاعته هو هيرن لحد ما يوصل للسرعه بتاعته اللي هي سينكرونس سبيد، وبعدين يا اما يعمل لي اوفر شوت شبه الاوفر شوت ده ويوصليت لحد ما يوصل لستيدي ستيت، او ان هو مثلا يفضل يوصليت على طول، او ان هو اصلا يبقى اندامبد ريسبونس ويبقى بعيد خالص عن الستيدي ستيت ريسبونس. طيب طبعا هيفرق معايا الكلام ده في ايه؟ انا بتكلم سريعا كده، هنا عمل لي اوفر شوت. فانا لو بتكلم عن سينكرونس جنريتور فانا المفروض ان الفريكوانسي عايزه 50 هرتز، طبعا مرتبط بسينكرونس سبيد، فكده السرعه عالت حصل لها اوفر شوت فالفريكوانسي عالى، فده حاجه خطر بالنسبه للجهاز بتاعي او الاجهزه عندي او وات ايفر او ترانسفورمرز الموجوده في سكه النقل يعني، او في خطوط النقل والتوزيع. وهنا نفس النظام، لو عمل لي اوسيليشن فانا التردد شغال يلعب لحد ما يوصل. طيب في لحظه البدايه هل الموضوع ده خطر على الترانسفورمرز ولا لا؟ الاوسيليشن ممكن تبقى خطر، ممكن الاوسيليشن دي تبقى كبيره، ممكن يوسيليت مثلا ما بين، لو دي 50 الافريج ممكن الاي بي اوسيليت ما بين 60 و40، فدي حاجه غلط. وطبعا بالنسبه للاجهزه عندنا في البيت شبه الثلاجات والغسالات لو الفريكونسي بيلعب فدي حاجه غلط. وهنا الاوفر دامبد اللي هو اصلا ما وصلش الفريكونسي فالفريكونسي بقى صغير 40، ودي حاجه وحشه. طيب انا لو عندي سيستم بالشكل ده انا عايز احسنه، فاكيد عشان ابدا اظبط كنترول عليه ان هبدا اغير البولز بتاعته. اللي ممكن يخليه ان هو مش ستيبل او انه يوسيليت ان يبقى حاجه من البولز عندي بوزيتيف بولز. طيب السيستم ده انا المسؤول عني، المسؤول عندي هو الانبوت يو، انا بدخله يو بقول له مثلا عايز الريفرنس سبيد او الريفرنس فريكونسي اليو بتاعي الانبوت ده ان السرعه او الفريكونسي يبقى ب 50. قال لك طيب انا عشان اعمل امبروف للبولز دي او اغير البولز اعملها بليسمنت، انا هفترض ان اليو دي عشان احسن حاجه هخليها انها بتاخد فيدباك بس مش بتاخد من الاوبوت، يعني مش بتقيس الاوبوت على طول، مش بتقيس الاوبوت زي ما احنا متعودين، وعلى اساس لو الاوبوت ايه ده السرعه الفريكونسي ب 40 خلاص يبقى زود شويه السرعه، ايه ده علت عن ال 50 يبقى قلل السرعه. لا، مش هبص على الستيت فيدباك يا عم، او مش هبص على الاوبوت فيدباك لان هيديني ريسبونس بطيء شويه. طيب عشان نحسن الكلام ده ونخليه ستيبل على قد ما نقدر، قال هناخد فيدباك من الستيت نفسها. يعني انا عندي مثلا كارنت، عندي فولتج موجودين في السيستم بتاعي، فدول انا اللي هبدا اخد اقيسهم وعلى اساسهم هبدا احدد الاوتبوت الانبوت بتاعي. يبقى الستيت فيدباك، يبقى كان انا عندي السيستم بتاعي اهو، الطبيعي ان ده الانبوت بتاعي الريفرنس اللي انا كنت عايزه اللي هو بالنسبه لي في العادي كان اليو. فانا بدل ما اخد من الاوتبوت واي زي ما احنا متعودين كنا بناخد من الاوتبوت واي ويبقى ده كده بنتحكم عادي وبنعمل كلوز لوب كنترول، لا هناخد من الستيت نفسها. وقلنا الستيت دي ممكن تكون اي حاجه انا بقيسها جوه السيستم، كارنت سبيد بقى، يعني كارنت او تورك او فولتج اي حاجه. طيب ايه الافتراض اللي هنفترضه بقى؟ هنفترض ان اليو دي عباره عن جين مضروب في الستيت دي بلس الانبوت بتاعي. هو الطبيعي يعني المفروض ان احنا كنا بنقول ان ده ماينس ده كان يديني اليو بتاعتي، ان ده ماينس ده، بس احنا هنفترض ان هو بلس عادي. الماينس ده هنفترض ان هو مضروب جوه الجين، انترنالي جوه الجين، فاشاره من موجب من سالب مش هتفرق معانا، يعني هو الاشاره هي اللي في الاخر هتبقى مختلفه. احنا هنا في الكورس ده هنفترض ان الاشاره دي بوزيتيف، فبالتالي هيبقى الريفرنس بلس الجين ماتريكس بتاعتك الاف بتاعتك مضروبه في الستيت اللي انت اخد منها، فبالتالي انا افترضت ان ده الانبوت بتاعي او ده اليوم. طيب ايه المطلوب دلوقتي؟ والله المطلوب دلوقتي ان انا عايز اجيب قيمه الاف دي، عايز اجيب قيمه الاف بحيث ان السيستم اقدر اخليه ستيبل. طبعا اخليه ستيبل ازاي؟ عن طريق ان انا احقق بولز معينه، يعني اخلي الايجن فاليو مثلا بقيم بالنيجاتيف، هو هيكون مطلوبه منك في المساله.
طيب لما نيجي بقى نعوض عن اليو باليو الجديدة هيبقى عندي الاكس دوت بتساوي الاي اكس بلس بي اليو هنشيلها ونحط اف اكس بلس ار، يعني هنلاقي ان الاكس دوت بتساوي اي بلس بي اف في الاكس بلس الار. طبعا قلنا الار ده هيبقى بالنسبه لي هو الانبوت اللي هو لو مفيش كلوزد لوب فهو اليو، بس عشان في كلوزد لوب فعشان اميز ما بينهم بس قلنا ان اليو هو ده اللي داخل للايه للسيستم بتاعي على طول دايركت. والواي زي ما هي واي في سي اكس مفيش اي حاجه اتغيرت. طيب ايه اللي حصل دلوقتي؟ ان السيستم بقى عندي المفروض دي الاي الجديده بتاعتي، ممكن نسميها بقى اي ستار اي اي مثلا عشان ما تتلخبطش، يعني اي حاجه اي ستار مثلا او اي شباك اي حاجه دي الاي الجديده بتاعتي. طيب ايه المطلوب دلوقتي؟ المطلوب ان انا عايز اجيب قيمه الاف دي، بحيث عايز اجيب قيمه الاف دي بحيث ان السيستم يبقى ستيبل. طب وانا اخلي السيستم ستيبل ازاي؟ عن طريق ان انا اخلي الايجن فاليو بتاعتي بالنيجاتيف. ده ملخص الكلام، ده ملخص يعني سريعا كده للفكره بتاعت الشابتر. تعالوا نشوف مساله سريعا كده نحقق بيها الكلام ده. طيب دلوقتي عندي المساله دي مثلا، عايز بيقول لي معاك الاي والبي اللي هما القدام بتوع السيستم اللي هو لو طلعنا فوق اللي هي الاي دي الاي العاديه والبي العاديه بتاعت السيستم خالص بتاعت الاوبن لوب سيستم. بيقول لي انا عايز هات قيمه الاف بحيث ان انا اخلي الايجن فاليو بتاعت السيستم لما طبعا هخليه كلوز لوب تبقى بالنيجاتيف. يبقى اصلا التارجت من الشابتر ده ان انا عايز اجيب قيمه الاف فيدباك الجين ماتريكس اللي هي الجين ماتريكس دي بحيث ان السيستم بتاعي يبقى ستيبل او ان الايجن فاليو بتاعتي تبقى بالنيجاتيف. طيب اول حاجه هعملها ان انا هبدا في ثلاث طرق، في ثلاث طرق يعني المفروض ان احنا هناخد ثلاث طرق. اول حاجه الدايركت ميثود، ثاني حاجه بيسموها الاكرمان فورمولا بتعتمد على الاكرمان فورمولا، وثالث حاجه الجنرال ميثود. الطريقه دي ممكن فيها سبيشال كيس، موجود فيها سبيشال كيس هنشوفها دلوقتي او كمان شويه. خلينا بالدايركت ميثود. اول حاجه المفروض ان دلوقتي الكلوز لوب سيستم بتاعتي ان الاي انا مثلا هسميها شباك او نجمه او اي حاجه، الاي الجديده عباره عن الاي بلس بي في اف، الاي بلس بي في اف اللي هي هتساوي اول حاجه البي في اف هتساوي. طب الاف بكام؟ انا هفترض ان الاف مثلا بتساوي اف واحد واف اتنين اي حاجه جيم ماتريكس. انا هجيب قيم الاف دي هنشوف ازاي. البي في اف هتساوي المفروض اف واحد اف اف واحد اف اتنين سالب اف واحد سالب اف اتنين اللي هي المفروض هيبقى واحد في اف واحد في اف اتنين سالب واحد في اف واحد سالب واحد في اف اتنين. ده كده جبت البي في الاف. طيب الاي بلس بي في اف هيساوي، يبقى انا عندي الاي بلس بي في اف هيساوي 2 بلس اف 1 وماينس 1 بلس اف 2. الاي كانت اف سالب 1 وهنا هيبقى عندي سالب 1 بلس او ماينس اف 1 وسالب اف 2 بلس 1. طيب دلوقتي انا بيقول لي انا عايز السيستم الكلوزد لوب دي يبقى دي البولز بتاعته. طيب بسيطه خلاص، هجيب البولز بتاعت السيستم الجديد ده اللي هو السيستم ده اللي هو الكلوزد لوب ده دلوقتي الكلوزد لوب ستيت، هجيب البولز بتاعته او هجيب الايجن فاليوز بتاعت السيستم ده وهسويها بدي. طيب هنشوف الكلام ده ازاي. دي الدايركت ميثود اللي هو انا هجيب الايجن فاليو. طب كنا بنجيب الايجن فاليو المفروض كنا بنقول اس اي ماينس اي المفروض اللي هي انا هسميها مثلا شباك، او يعني ممكن يعني لو حابب تبقى زي الدكتور يبقى اي بلس بي اف على طول كده، ونقول يبقى دي هتبقى عباره عن اس ماينس
2 بلس اف 1 وهنا ماينس اف 2 ماينس 1 وهنا يبقى عندي بالماينس معناها اف 1 بلس 1 وهنا اس ماينس 1 ماينس اف 2 دي كده عندي الاس اي ماينس اي. عشان اجيب الايجين فاليو هجيب المحدده بتاعتها، فالمحدده بتاعتها المفروض ان ده في ده ناقص ده في ده. انا هوقف هنا بقى. طيب لما فكيت المحدده لقيتها انها عباره عن ده ماينس ده في ده، طبعا هنا سالب ماينس سالب في موجب يبقى بوزيتيف، ماينس نيجاتيف يعني بوزيتيف. هفك المعادله بقى انظمها اخليها في صوره اس سكوير. فكيت المعادله، لما فكيت المعادله او فكيت الجزء ده بس منها اللي هو الجزء ده اعطاني اس تربيع ناقص ده في اس وده في اس، يعني هنجمعهم على بعض، ده زائد ده مضروبين في الاس وبعدين ده في ده. هفك الحد المطلق ده هظبطه وافكه بقى عشان اجيبها معادله في الصوره العاديه. المعادله وصلت معايا للشكل ده. طيب المفروض ان انا عايز ان الكلوزد لوب بولز بتاعتي، الكلوزد لوب بولز او الكلوزد لوب ايجن فاليو بتاعتي يبقوا سالب 3 وسالب 4. طيب المفروض ان انا احلل المعادله دي واجيب جذورها واقارنها بالسالب 3 وسالب 4 واحلها مع بعض، بس ده هيبقى حل اصعب. طب مش دي معادله بكلوزد لوب؟ طب ما انا ممكن اجيب الكاركترستيك بتاعها وهيبقى اسهل، فانا هجيب الكاركترستيك بتاعها بتاع الايكويشن دي، يبقى اس ماينس بلس 3 واس بلس 4 يساوي 0، هديني اس تربيع. المفروض كان انا عايز، ماشي مش مشكلة، اس بلس 4 يبقى اديني اس تربيع، المفروض ده كان نيجاتيف 1 بس مش مشكلة خليها بنيجاتيف 4 نشوف الحل هيطلع ازاي. اس تربيع زائد 7 اس زائد 12 يساوي 0. هبدأ أقارن الحد المطلق بتاعهم، هبدأ أقارن الحد المطلق، يبقى أنا عندي 1 ماينس اف 2 بيساوي 12، يبقى أول معادلة 1 ماينس اف 2 بيساوي 12، يبقى كده اف 2 بتساوي سالب 13. والمعادله الثانيه اللي معايا 3 بلس اف 1 ماينس اف 2 اللي هي بلس 13 يعني ايكوال 7. هديني ان الاف 1 هنا هيساوي تقريبا سالب 9، 16 ناقص 7 تقريبا سالب 9. يبقى انا كده جبت الاف الفيدباك ماتريكس بتساوي اف 1 واف 2 اللي هي سالب 9 وسالب 13، دي عن طريق دايركت ميثود. يبقى ده كان المطلوب، اول حاجه هات الجين ماتريكس او الستيت فيدباك ماتريكس. يبقى انا جبتها عن طريق الدايركت ميثود. دايركت ميثود ليه؟ عشان انا مجرد بجيب الكاركترستيك ايكويشن بتاعت دي والكاركترستيك ايكويشن دي وبقارنهم ببعض. طيب معلش شباب، هنا الواحد ماينس اف 2 بيساوي 12، معناها ان الاف 2 هتساوي سالب 11، ويبقى هنا عندي 3 بلس اف 1 زائد 13 اللي هو الجزء ده، المفروض ده بالسالب فده هيساوي سالب 7 لان الجزء ده هنا بالسالب، وهنا بقى دي مش هتبقى بلس 13، دي هتبقى بلس 11، فبالتالي الاف 1 هتساوي سالب 7 ماينس 14 سالب 21، بالتالي الاف هنا هتساوي سالب 21 وسالب 11. مرة تانية سريعا بنفس الطريقة. طيب دي المسألة، دي مسألة تانية عبارة عن 3 في 3 ونشوف عايز اجيبها. طبعا المسألة دي زي ما هنشوف تتحل بالطريقة التانية اسهل وبطريقة مباشرة، تبقى ايسر شويه من ان انا احل بالطريقه الاولى، بس تعالوا نشوف ازاي ممكن نحلها بالطريقه الاولى. المفروض عشان اصلا اشوف زي ما هنشوف في المساله اللي بعد دي على طول، عشان اشوف هل ينفع اصلا ان انا المساله دي احسنها او اخلي البولز بتاعتها ستيبل ولا لا، بعمل اول حاجه اجيب الكنترولابيلتي ماتريكس. لو هي كنترولابل يبقى هينفع اجيب لها ستيت فيدباك، لو هي مش كنترولابل يبقى احتمال ما ينفعش انه يتعمل لها ستيت فيدباك. ازاي الكلام ده بالظبط؟ هنشوف المساله اللي بعدها موضحه كل ده.
طيب اول حاجه جيب الكنترولتي ماتريكس للايكويشن دي او للستيت او للسيستم ده، البي بعدين البي في ايه، مش محتاجين نفتكرها يعني، المفروض هي البي بعدين الاي بي تربيع او الاي بي بعدين الاي تربيع بي، فالبي هتساوي 0 0 1، الاي بي هيساوي 0 1 سالب 6، الصف الاول في دي مش هيديني غير الصف الاخير كل مره، فهيديني 0 1 سالب 6. بعدين هضرب الاي الاي تربيع بي، معناه ان انا هضرب الاي في الايكويشن دي او في الرو ده، الصف الاول في العمود الاول هيديني 1، الصف التاني في 0 1 سالب 6 هيديني سالب 6، الصف ده في ده هيديني سالب 5 زائد 36 اللي هي ب 31. هجيب الكنترولابيلتي ماتريكس اشوفها هل هي كنترولابل ولا لا، هجيب الرانك بتاعها، هل في مصفوفة اكبر من واحد هفكها عن طريق الحد ده، سالب 6 سالب 1، فاكيد ايه دي الرانك بتاعها ب 3، يبقى هي كنترولابل، يبقى ينفع اجيب لها او اعمل لها ستيت فيدباك. طيب هو كان ايه المطلوب؟ عايز في الستيت فيدباك عايز ان اللامدا كلوزد لوب تبقى بسالب 1 وسالب 2 وبوزيتيف او ماينس 4 جي، يعني 3 لوب، 1 2 3. طيب اول حاجه هعملها يا اما ان انا اجيب الكاركترستيك ايكويشن بتاعت البولز دي، يا اما ان انا اجيب الكاركترستيك ايكويشن بتاعت البولز دي. خلينا ننظم خطواتنا الاول. اول حاجه ان انا هجيب الكاركترستيك ايكويشنز بتاعت ال A بلس بي اف، وبعدين هجيب الكاركترستيك ايكويشن بتاعت اللامدا كلوزد لوب اللي هي هتساوي اس ماينس لامدا كلوزد لوب 1 في اس ماينس كلوزد لوب 2 في اس ماينس كلوزد لوب 3. فتعالوا نشوف ال A بلس بي اف هتساوي كام معانا. يبقى عندي اول خطوه، يبقى عندي ال A بلس بي اف. طيب الاف بكام؟ اول حاجه معلش الاف هنا بما ان الاي 3 في 3 فاكيد الاف هتساوي اف 1 اف 2 اف 3 لما هضربهم في البي، يبقى عندي الاي بلس البي اف هيساوي البي كانت ب 0 0 1 0 0 1، فالمفروض ان انا الصف الاول في العمود الاول يعني 0 0 0 0 0 0 هيديني اف 1 اف 2 اف 3، يبقى ال A بلس ال B F هتساوي هجمع ال A على ال B F هجمعه على اخر صف بس، يبقى كده جبت ال A بلس B F. عشان اجيب ال characteristic equation اجيب ال S I minus A هيساوي S negative 1 0 0 0 negative 1 1 ماينس اف 1 5 ماينس اف 2 و اس ماينس اف 3 ماينس 6. طيب عشان اجيب المحددة بتاعت الايكويشن دي او بتاعت الماتريكس دي، فالافضل ان انا افكها عن طريق الصف ده. لو بنفتكر بس الاشارات بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، فالاشارة بتاعت الصف ده او بتاعت العنصر ده هي كانت بنيجاتيف، لما اجي افكها فالاول هيبقى عندي نيجاتيف في نيجاتيف 1 نيجاتيف بتاعت البوزيشن، بعدين عندي نيجاتيف 1 وبعدين هلغي ده وهلغي ده وهلغي ده، هيبقى عندي اس معلش هنا دي مش بزيرو، هنا دي مش بزيرو، دي اس هنا. فلو افكها بقى افكها عن طريق بقى اي صف مش مشكلة، ممكن برضو عن طريق الصف ده زي ما انا اكمل زي ما انا، يبقى كده الصف ده هيتكنسل والصف ده هو اللي هيتكنسل، الصف ده والعمود ده، فاديني اس في 5 ماينس اف 2 ماينس ماينس يعني بلس 1 بلس ماينس اف 1.
طيب ده كده أول، لو أنا فكيتها عن طريق العنصر ده. لو فكيتها عن طريق العنصر التاني اللي هو S ده بقى، الإشارة بتاعته هتبقى بوستيف، فاديني بلس S، ده هيتلغى، والصف ده هيبقى الـ S العادية في S في S ماينس في S مضروبة في S ماينس F 3 ماينس 6، طبعا في هنا قوس، وده القوس ده اللي هو ده، وهنا ده كان زيرو، فخلاص كده فاديني ماينس زيرو. هفك بقى، ارتب المعادلة، هيديني من هنا هيديني اس تكعيب، من الجزء الاخير ده هيديني اس تكعيب، هنا في هنا عندي بس ما نتلخبطش، في قوس هنا ممكن نبينها، عندي الجزء ده مضروب في الاس، فاديني الاس في الاس معناها اس تربيع، فالاس تربيع هتتضرب مرة في الاس ومرة في الاف 3 ماينس اس، يبقى ماينس اس تربيع في اف 3 ماينس 6. كده الجزء ده خلص، والجزء اللي فوق هنا نيجاتيف في نيجاتيف هيبقى بلس، هيبقى عندي خمسة بلس اف 2 في اس، هنا دي مضروبة في دي، المفروض في دي مضروبة في دي، والمفروض في قوس هنا بلس واحد ماينس اف 1، كل ده بيساوي زيرو. دي هنا خمسة ماينس اف 2، معلش، يبقى كده المفروض ان احنا جبنا ال اس اي ماينس ال اي، هنا قصدي ال اي يعني ال اي اللي هي ال اي شباك، اللي هي تبقى عبارة عن اي بلس بي اف. يبقى جبنا الكاركترستيك ايكويشن بتاعت، جبنا الكاركترستيك ايكويشن بتاعت الكلوزد لوب سيستم بتاعي. يبقى دي المعادلة الأولى، هجيب بتاعت الديزايرد كلوزد لوب، كان المفروض إن هو كان عايز إن اللوبس بتاعتي أو البولز بتاعتي كانت عبارة عن سالب واحد وسالب اتنين بلس فور جي وسالب اتنين ماينس فور جي، يعني المفروض إن الكلوزد لوب بتاعت الجديدة هتبقى لامدا بلس واحد في لامدا بلس تو ماينس فور جي في لامدا بلس تو بلس فور جي تساوي زيرو. طبعا هنا بدل لامدا هنخليها اس، هنا المفروض اس، معلش عشان اجيب لك الكاركترستيك ايكويشن، بدي اللامدا الاولى بسالب واحد، سالب اتنين بلس فور جي، سالب اتنين ماينس فور جي، هضربهم في بعض، هضربهم في بعض هيديني الناتج ده، بعد ما ضربتهم في بعض هيديني طبعا اس تكعيب زائد 14 اس تربيع زائد ال 60 اس زائد 200. هقارنهم بقى ببعض، اول حاجه الحد المطلق اللي هو انا عندي ال 200، يبقى انا عندي 1 ماينس اف 1 يساوي 200، فبالتالي عندي هنا ان الاف 1 هتساوي سالب 199. من التانية دي هنا خمسة مش اس، ها دي خمسة تانية، يبقى عندي خمسة ماينس اف 2، ده معامل الاس، معامل الاس بستين بيساوي 60، يبقى اديني ان اف 2 هنا بتساوي سالب 55. واخر حاجة ان الاف 3، معلش ناخد بالنا من حاجة، ان هنا دي اشارة سالبة، فالمعامل التالت اللي هو معامل الاس تربيع هيبقى عندي ان اف 3 ماينس 6 بيساوي سالب 14، بالتالي اديني اف 3 بيساوي 8، سالب 8 معلش، بيساوي سالب 8، سالب 14 زائد 6 بسالب 8. يبقى انا جبت كده الكلوزد لوب فيدباك او الفيدباك ماتريكس او الفيدباك جين، اللي هي هتساوي سالب 199 وسالب 55 وسالب 8،
اللي هتخلي لي ان الـ ان السيستم ستيبل والكلوز لوب بتاعه كلها نيجاتيف فاليوز. طيب اخر حاجه بقى، هل هو اصلا ينفع ان السيستم كله يبقى، ينفع اي سيستم اقدر اخليه فيدباك؟ يعني هل ينفع اي سيستم ان انا هعرف اي سيستم هعرف اجيب له اي اف بحيث ان هو يديني اي كلوز لوب سالب؟ الكلام ده نظريا مش صح، ان مش كل السيستمز هعرف اجيب لها اف فيدباك، او بمعنى تاني مش كل السيستم هعرف اغير لها البولز بتاعتها. يعني زي ما هنشوف في الاكزامبل الجاي ان بيقول هيبقى عندي سيستم الماتريكس بتاعته او الجين ماتريكس الاستيت ماتريكس اللي هي الاي بيساوي 2 و1 و0 سالب 1 والبي ب0 و1 برضه. سيستم شبه ده كده المفروض ان البولز بتاعته هي 2 وسالب 1، البولز هما 2 وسالب 1. طيب هل انا اعرف اخلي السيستم ده ستيبل ولا لا؟ اول حاجه هتشيك على الكنترولابيلتي ماتريكس، هتساوي البي اللي هي 0 و1 وبعدين الاي في البي، يعني هديني 0 2 في 0 0 وبعدين وسالب 1. فواضح ان الصف كله صفار، فاكيد الكنترولابيلتي ماتريكس اقل من الرانك بتاعها، اقل من 2 يعني بيساوي 0، فبالتالي الرانك بتاعها اقل 2 فسيستم ان كنترولابل. طيب السيستم ان كنترولابل، طيب ايه النتيجه ان السيستم ان كنترولابل؟ تعالوا نشوف لو انا ما كنتش عملت التست ده اشوف ايه اللي هيحصل. المفروض كنت اقول ان الاي بلس البي اف دي هتساوي الاي الجديده بتاعتي او الاي شباك يعني بتاعتي او اي حاجه اي اسم يعني، وهنفترض ان الاف طبعا باف 1 واف 2، يبقى عندي الاي بلس البي اف يديني 2 و0، البي اف البي في الاف يديني 0 0 واف 1 واف 2. فلما هجمع الاي على بلس بي اف هيديني 1 بلس اف 1 وسالب 1 بلس اف 2. عشان اجيب الكاركترستيك بتاعتها يبقى هديني الاس ماينس اي بلس بي اف واجيب المحدده بتاعتهم اس ماينس 2 0 سالب 1 بلس اف 1 واس ماينس اف 2 ماينس 1. عشان اجيب بقى المحدده هيديني بيساوي اس ماينس 2 في اس ماينس اف 2 ماينس 1 بيساوي 0. فواضح هنا ان يعني حتى من غير ما اكمل فك المعادله ان انا البولز اللي انا البولز ده خلاص ثابت مش هقدر اغيره. كده كده مهما غيرت في قيم الاف، اف 1 مش مؤثره معايا، يعني الاف بتساوي اف 1 والقيمه اللي هتطلع لي من اف 2. مهما غيرت من قيم الاف فانا البولز اللي هتبقى موجوده معايا 2 واي بولز تاني من اختيارك. يعني المفروض ان البولز اللي هيطلع هنا هيبقى عباره عن اف 2 ماينس 1. انت عايز الكلوز لوب بولز بكام؟ لو قال لي مثلا سالب 4 و2، سالب 4 و2 فالاثنين موجوده هي هيها، خلاص يبقى اقدر اغير السالب، اللي بقدر اغير البولز اللي هو كان البولز عشان نفتكر كانوا 2 وسالب 1. لو كان قال لي عايزه يبقى سالب 4 و2، طيب البول الاثنين هي هيها والسالب 1 ده اقدر اغيره. لو خليت الاف 2 ب5 او خليته بسالب 3، لو ده بسالب 3 يبقى البولز الجديده هتبقى بسالب 4. طب واف 1 اختار اي قيمه، اختار 0 اختار 1 اختار 2 مش تفرق، ملهاش اي تاثير. طيب يبقى عن طريق ان بالحركه دي انا اكتشفت ان انا مش هقدر اغير غير بول واحد، ولسوء الحظ في المساله دي ان البول اللي اتغير هو اللي ينفع يتغير هو السالب 1 لسوء الحظ. طب ما السالب 1 اصلا ده ستيبل، انا كنت عايز اغير 2، فبالتالي انا مش هينفع اغير الاثنين دي، لان انا اصلا لما هعمل تشيك اصلا هلاقي ان الاثنين ده هو اصلا الان كنترولابل مود، الان كنترولابل مود اللي خلى لي السيستم اصلا ان كنترولابل. لما عملت التشيك ماتريكس في الاول كان طلعت ان كنترولابل بسبب اكيد ان كنترولابل مود اللي هو ات لامدا ايكوال 2. فلو اللامدا ب2 برقم زوجي هو بالرقم الموجب هو الان كنترولابل، يبقى السيستم ده اكيد مش هيستابلايز،
مش ستابلايزبل، فبالتالي انا مش هعرف يعني مهما غيرت الستيت فيدباك مش هيبقى لها تاثير. بدل ما اخليه بسالب واحد سالب ثلاثه، هو اصلا البول ده كان ستيبل. انا اسف، البول واحد بدل ما هو سالب واحد سالب بسالب اربعه اصلا كان ستيبل السالب واحد. طيب لو في مساله جت العكس، ان مثلا انا لقيت ان البولز بتاعتي القديمه هي سالب واحد وسالب اتنين، ان البولز القديمه سالب واحد وسالب اتنين، وطالب ان البولز الجديده تبقى سالب واحد وسالب خمسه، او سالب واحد وسالب سبعه، سالب واحد وسالب عشره، اي حاجه. ولما جيت اعمل لقيت ان المساله uncontrollable. طيب هجيب بقى مين الـ uncontrollable mode، ده ولا ده؟ لو في شبه المساله بتاعتنا لقيت ان الـ uncontrollable mode هو الاثنين، فيبقى اقول له لا مش هينفع اجيب ستيت باك للمساله، مش هينفع اجيب ستيت فيدباك ماتريكس. لو لقيت ان السالب واحد هو الـ uncontrollable فبالتالي انا مش هقدر اغيره، مش مشكله، معناها ان الاثنين كنترولبل فانا هقدر اغيره. سالب واحد كده كده ستيبل، غيرته او ما عرفتش اغيره مش مشكله، فكفايه عليا ان انا اغير اثنين. وهيديني ماتريكس برده كده اف واحد، ممكن يديني اف واحد وده الاقي اف اتنين هو اللي بيتغير، او الاقي العكس ان اف واحد هي اللي لها قيمه واف اتنين بيقول لك حطها اي قيمه لانها مش ظاهره ولا هتاثر. تمام كده؟ طيب ده كده الطريقه الاولى ان انا بحل بيها، بيسموها الدايركت ميثود. هنشوف الطريقتين الجايين ان شاء الله في الفيديو الجاي.